تعالي نبتدي من الأول خالص. المهنة محامية بالاستئناف العالي. جريمة وقت وصدر أمر من النيابة بالقبض عليها. ده اللي أنا عرفته وأنا جاي في السكة. إيه علاقتك بالمحامي عثمان الروبي؟ أستاذ عثمان الروبي أشهر من نار العالم. واحدة بينها وبين الإعدام سيكة، لازم تبقى كده. يخص قضية فاطمة عبد الرحمن، أنت طبعاً عارف الموضوع ده هو مهتم بيه قد إيه؟ يا ابني لو عليها هي أطلقها وفي 60 داهية. هي حصلت عند كده تكسرلي كلام رئيسك في العمل دي عزمة. وريني يا كبير هتعمل إيه؟ هقدر أعمل لك إيه يا عمي؟ هنا ولا هناك مش فرقت، حتى لو فضلت هربانه القضيه لبسها لبسها. فاطمه فين يا روح امك؟ وليه الغلط في الام بس يا باشا؟ ما ينفعش كده. وبعدين بدل ما تشتمني ما تسال اللي كتب الخبر. القانون بيدي الصحفيه الحق انها ما تكشفش عن مصادرها، لكن انت اكيد تعرف. مع انك حسب الدعاء كنت هربانه عشان تدوري على دليل براءتك. وجودك في الاوضه دي بيفرض عليك نوع معين من الاحترام. اقف! ايه ده؟ لجنه؟ هيبقى معاهم حق. أنا نفسي ابتديت أشك فيا. على قد ما حملي خف، على قد ما لساني تقل. لو فضلنا هربانين كده مش بعيد أقرب الناس ليكي هيصدقوا كل اللي اتكتب عنك. لا لا مينفعش كده، لازم تصبري شوية. مينفعش تسلمي نفسك كده بسهولة، لازم تثبتي براءتك. يبقى أنا كمان أصدق اللي بتكتب في الجرايد عن الأنسة فاطمة خطيبة سيادتك؟ ممكن أفهم إيه اللي بيحصل ده؟ قدمت استقالتك؟ يا عمي أنا خلاص أخدت القرار ونفذته. يعني أنت جيت لي بعد ما فاطمة تورطت في اللي هي فيه؟ شبله جعان، ما بعرفش أفكر وأنا جعان. مش عشان أكلتونا لقمتين قررت بقى هتشترونا. وصلوا يعدوا بس لخصي عشان الكريبت. الايه؟ الكريبت. ده من اشد المعجبين بوالد حضرتك. يا سلام، شفت له كل افلام هو ونور الشريف ومحمود ياسين. دي ناس عظيمه، ناس عظيمه طول عمري يا اخي. يعني سبحان الله. صحيح، بر الوالدين اهم من طاعه الاب والام. عشان انا اخدك من هنا لهنا وارجعك من هنا لهنا، ده مشوار هيكلفك حبتين. انا عندي اخت تانية بس متجوزه وعايشه في كندا. ما خدتلهاش حاجه في اكتوبر ليه؟ بس حضرتك قول لي ناوي على ايه عشان نفهم. ناوي ان انا ناوي انت موعدي ولا لسه؟ والله العظيم مالكش دعوه، روح انت. انا هتصرف انا والاوباش، ومن هذه اللحظه ابتدى المشوار. شوف يا امير. أيوة. الصياعه يا ابني ادب. يا سلام. الصياعه فن. يا سلام. الصياعه اخلاق. كنت عامله زي القطه العمي اللي ابتدت تفتح.